اي واحد يمسك لصالح الشعب المصري ويربي طلبات الثوره ويربي طلبات ميدان التحرير انا ايده. برادعي غير برادعي اي حد بس يعمل للثوره ولميدان التحرير وللشعب المصري. انا معيني البرادعي شخصيه كفايه ان هو تنازل عن رئاسه الجمهوريه ودود يحسب له في سبيل انه يقعد شهر او شهرين في حكومه الانقاذ الوطني. شيل الكره دي معلش. شيل الكره دي. الجيش مش دوره ان هو يمشي في الحياه السياسيه، الجيش دوره يحمي البلد وكده، مش دوره ان هو يمشي في الحياه السياسيه. فهو صلاحياته توقف عند الحدود يعني وحمايه البلد، لكن الحياه السياسيه المفروض يعني يسيبها للسلطه المدنيه. طبعا الحديث عن ان تدخل الجيش في السياسه سوف يجعل من البرلمان القادم لا قيمه له. فلا بد طبعا من ان يكون هناك صلاحيات للبرلمان القادم، والا فان هذا التجمع وكل هذه الانتخابات ليس لها اي اهميه.